تحياتي وصباح الخير على حضراتكم في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. دعونا نبدأ معكم هذه الفترة بالشأن العربي وتحديدا اليمنية، حيث أكد وفد الحكومة اليمنية المشارك بمفاوضات السويد رفض الشعب اليمني كل ما ينتقص من سيادة الدولة، وذلك في رده على مبادرة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث بشأن مدينة الحديدة ومينائها. وقالت مصادر إن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع كل إجراءات بناء الثقة وكل من شأنه هو تخفيف المعاناة الإنسانية، معتبرة في الوقت نفسه أن كل ما ينتقص من سيادة الدولة وسلطاتها القانونية على مؤسسات الدولية هو محل رفض من الشعب اليمني. تنص هذه المبادرة على وقف شامل للعمليات العسكرية بما فيها الصواريخ والطائرات والضربات الجوية، ووقف استخدام التعزيزات العسكرية، وكذلك انسحاب متزامن للوحدات العسكرية والميليشيات إلى خارج الحديدة. كما تنص على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على الترتيبات الأمنية في الحديدة والخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، والتي تستغل ميناء المدينة لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ونهب المساعدات الإنسانية. للمزيد من النقاش حول تداعيات المشهد اليمني مشاهدينا الكرام، دعونا نستقبل هاتفيا الآن السيد جمال براس، وهو رئيس تحرير موقع اليمن العربي. سيد جمال، تحياتي لك وصباح الخير. يا صباح النور. مبادرة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث والتفاصيل الخاصة بها، يعني هل من الممكن أن تعرقل الوضع في اليمن بشكل أو بآخر، خاصة في هذا التوقيت الحالي، وبالتالي رفض الشعب اليمني متمثل في هذا الوفد من خلال المشاركة في السويد؟ نحن ننظر بالطبع إلى مفاوضات السويد نظرة أمل دائما ونظرة تفاؤل، وكل مفاوضات ننظر إليها انها من الممكن ان تخرجنا من هذا الحرب التي نتضرر بها او في المقام الاول النساء والمدنيين والاطفال. المبادره التي طرحها مارتن جريفيث هي مبادره متكامله في شان الحديده، وان كانت هناك بعض الانتقادات لبعض البنود فيها، ولكن نامل ان يخرجونا باتفاق. من اهم الانتقادات التي تم الانتقاد حولها هو ان يتم تقسيم مينا الحديده إلى هيئة أممية تدير مدينة الحديدة، وهو أمر لم يحدث من قبل في كل الصراعات السياسية السابقة. أعتقد أن تسليم مدينة الحديدة إلى إدارة مدنية من الحكومة، من ليس فقط من الحكومة الشرعية، ولكن إدارة مدنية تمثل المدنيين بإدارة مدينة الحديدة، أعتقد أن هذا من الممكن أن يتم الخروج بتوافق حوله. الجوانب الأخرى حول انسحاب الحوثيين من وكل القوات التي تتبع الحوثي من مدينة الحديدة، أعتقد أن هذه مسألة لابد أن تتم، وإن كانت هي فعليا نتيجة للانتصارات التي حققها القوات الحكومية وقوات المقاومة الجنوبية في الحديدة، هي استطاعت فعليا أن تدخل إلى مدينة الحديدة وأن تصل إلى مناطق متقدمة، ولديها القدرة على أن تحرر مينا الحديدة بصورة كاملة، ولكن الخشية من سقوط مدنيين والخشية أيضا من تضرر الآليات الخاصة من الحديدة، مما يمكن أن يضرر ملايين المواطنين الذين تساعدهم من الحديدة وتأتي أغلب الواردات منها. اليوم أعتقد أن هناك انفراجة في هذا الموقف، بأنه هناك مفاوضات حول من الذي سيدير من الحديدة، وإن كانوا تم الانتهاء فعليا من الإصرار على خروج المسلمين من كامل مدينة الحديدة، بالرغم من أن هناك انتهاكات في خلال الأيام الماضية من قبل الحوثيين، حيث قاموا بقصف إدارة الكهرباء، وقاموا بقصف مقر في اليمن ومقر وشارع الخمسين وعدد من المساكن الخاصة بالمدنيين، ولكن الأمل الآن كبير في أن يتم الوصول إلى اتفاق في إجراءات بناء الثقة، بالإضافة إلى اتفاق في الإخراج، وهو ما نأمله أيضا. طيب بالحديث عن الإجراءات سيد جمال، يعني ربما حديث حضرتك يعني مع احترامي له هو ليس جديد على أي مسمع للمواطن العربي وليس اليمني فقط، عندما نتحدث عن ميناء
الحديدة وكذلك سيطرة الحوثيين ودعم إيران بشكل أو بآخر للحوثيين في ميناء الحديدة. ولكن على أرض الواقع ما هي الإجراءات العاجلة التي يجب أن يتم اتخاذها على أرض الواقع في المشهد اليمني حتى يتم تقليص دور الحوثيين في هذا الميناء الحيوي في اليمن؟ الإجراء الأول العاجل هو أن يتم انسحاب كافة المقاتلين الحوثيين من كامل ميناء الحديدة ومن المناطق التي يتحصنوا بها في داخل مدينة الحديدة، وأن يتم فتح الميناء على مصنعيه للسفن، ويتم تبديل كل المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للوصول إلى المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لإيصال المساعدات، لأن الإشكالية الموجودة وخاصة ميناء الحديدة الرئيسية هو أنهم تم استخدام ميناء الحديدة استخدامين، الاستخدام الأول هو أنهم كانوا يهربون الأسلحة عبر ميناء الحديدة وسط الشحنات الخاصة بالأغذية، النقطة الثانية هو أنهم يستخدمون حتى شحنات الأغذية لتمويل لا تصل للمواطنين وإنما يتم بيعها وتمول الحرب، فهذه هي النقطة الرئيسية التي تجعل الوفد الخاص بالحكومة الشرعية يتمسك بأن يتم تسليم ميناء الحديدة بصورة كاملة حتى لا يتم التصرف في المساعدات الإنسانية والمتاجرة بها، وأن تكون هذه المساعدات الإنسانية وقود للمزيد للحرب وأن تكون مصدر مادي بيد الحوثيين لتمويل الحرب. هذه النقطة التي أنا أعتقد أنه الآن في الوقت الحاضر هو المسألة الحاسمة، ولا بد أن تخرج ونأمل أن تخرج هذه المفاوضات بحل حاسم ونهائي لهذه المنطقة، وخاصة وأن ميناء الحديدة فعليا 80% من الواردات تصل إلى المواطنين في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين من ميناء الحديدة. طيب، مشاركة الأمم المتحدة تحديدا في تشكيل لجنة أمنية وعسكرية، يعني هل لك تفسير لهذه اللجنة أو بالآليات التي يجب أن تعمل بها خاصة بمشاركة الأمم المتحدة؟ المسألة ليست لا توجد سابقة لها، ولهذا هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول هذه النقطة. الآلية التي يجب أن تطرحها الأمم المتحدة أعتقد أنه أولا إدارة الميناء من قبل المدنيين، ثانيا إذا كانت هناك لجنة من الأمم المتحدة هي تكون للإشراف على الحالة الأمنية وعلى الانسحابات العسكرية التي تقوم بها الحوثيين. أما إدارة الميناء فالوضع الطبيعي والمعمول به هو أن يتم إدارتها من قبل وزارة النقل ومن قبل الهيئة إدارة المواني اليمنية التي سبق وأن كانت تدير الميناء وتدير الآن عدد من المواني في داخل الجمهورية اليمنية، وهي المعنية جهة مدنية تقوم بإدارة الميناء وهو المعمول به في مختلف أنحاء العالم. أما مسألة إن إدارة الميناء من قبل الأمم المتحدة أعتقد أن هذه ستكون هناك إشكالية ولا توجد سابقة مشابهة. الإجراءات أعتقد اللجنة التي يمكن أن تشارك فيها الأمم المتحدة هي لجنة إشرافية بتشرف على مسألة وقف النار وانسحاب الحوثيين وإفراغ المدينة من الأسلحة حتى يتم استتاب الأمن فيها ويتم إيصال المساعدات الإنسانية، وأعتقد أنه الإشراف على ممرات آمنة توصل المواد الغذائية بعد خروجها من الميناء هي النقطة الحاسمة والمهمة. سيد جمال براس، رئيس تحرير موقع اليمن العربي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات. وليس بعيدا مشاهدينا الكرام عن المشهد اليمني، دعونا نستقبل هاتفيا معكم الآن من الرياض السيد هاني مصهور، وهو الكاتب الصحفي اليمني. أستاذ هاني، تحياتي لحضرتك وصباح الخير. طبعا خير السلامة عليك وعلى المشاهدين والمشاهدات. تداعيات الموقف بشأن هذه المبادرات السياسية في اليمن، خاصة هذه المفاوضات التي تبعناها في السويد تحديدا، ورفض وفد الحكومة اليمنية لهذه المبادرات الأخيرة والخاصة بمقترحات مارتن جريفيث؟ بالتأكيد أستاذ آية، ما يحدث في السويد خاصة اليوم الخامس أعتقد انه بالامكان نطلق عليه هو نقطة الاختبار الرئيسية. بالامس في نهاية يوم امس قدمت الامم المتحدة مبادرة الحديدة. هذه المبادرة بالتأكيد هي نقطة الاختبار على نوايا الطرفين، ان كان اليمنيين قادرين على كسر الجمود السياسي والانتقال الى العملية السياسية بشكل كامل. بالتأكيد هناك اختراقات مهمة حدثت في عدة ملفات أهمها بالتأكيد ملف
الأسرى والمعتقلين، هناك تقدم واضح في هذا الملف، كذلك أيضا ملف مطار صنعاء هناك أيضا في تقدم. لكن مدينة الحديدة أعتقد المبادرة التي تحدث فيها أمس السيد مارتن جريفيث أعتقد بالتأكيد هي مبادرة جدا مهمة بأنها تعيد ميناء الحديدة إلى ما قبل سبتمبر 2014، وهذه إشارة إلى رفض الانقلاب والإشراف الأممي على الميناء. ولكن يبقى النقطة الأساسية التي نحن بانتظارها حقيقة هي نقطة إيرادات ميناء الحديدة، هل ستذهب إلى البنك المركزي في عدن أم إلى صنعاء؟ تبقى هذه النقطة هي نقطة الاختبار بين الطرفين. الحكومة ما زالت متحفظة حتى هذه اللحظة، لكن يفترض أيضا اليوم أن تقدم الحكومة الشرعية رد مكتوب على المبادرة. نحن بانتظار ساعات جدا مهمة. أيضا اليوم سيقوم المبعوث الأممي السيد مارتن بتقديم إفادة صحفية للصحفيين، ومن خلال أيضا سنطلع على كثير من التفاصيل الجارية حاليا في السويد. لكن في كل الأحوال نحن يعني لدينا حالة تقدم ملموسة لا يمكن إنكارها. السيد مارتن استطاع أن يحقق اختراقات، لكن إلى أي مدى ستؤسس هذه الاختراقات إلى أرضية صلبة للانطلاق في الجولة القادمة في يناير 2019 في جولة سياسية تتحدث فيها عن الحكم الانتقالي وعن التسوية السياسية بشكل كامل؟ هذا هو المنتظر خلال الأيام القادمة. ما زال لدينا فرصة نحن إلى يوم الخميس نهاية المشاورات. أعتقد التقييم بشكل عام يعتبر جيد، ولكن التقدم بطيء في كسر الجمود، ولديك تماما ان الجمود ايضا سببه التاخر يعني من سنتين ونص، وحاله جمود قائمه منذ مشاورات الكويت في 2016 الى هذا الوقت. هذا شيء طبيعي ان تكون الامور مشتبكه بهذا الشكل. ولكن يعني يبقى السؤال الذي نكرره ما بين الحين والآخر ولا نجد له إجابة واضحة أستاذ هاني، يعني هذه المفاوضات التي تتم بخصوص المشهد اليمني والتي مع الأسف لا يتم الخروج منها بأي نتيجة واقعية وربما يكون لها صدى وجدوى حقيقية على أرض الواقع في المشهد الميداني في اليمن، إذن برأيك هل بالفعل هي تحرك بعض الملفات في داخل المشهد اليمني أم أنها ربما تهدف إلى عرقلة الوضع بشكل أو بآخر؟ صحيح أستاذ آية، هذه واحدة من النقاط الرئيسية والمهمة. الحوثيين دائما يتعمدون العرقلة ويتعمدون التعنت والتصلب، والحقيقة هي طبيعة من طبيعة اليمنيين في هذا في أسلوبهم المعيشي والاجتماعي. ولكن الشأن السياسي الحوثيين يراهنون دائما على مسألة جدا محورية ومهمة وهي الملف الإنساني، دائما يحاولون تعطيل إطالة أمد الحرب وإطالة المفاوضات للاستفادة واستنزاف التحالف العربي والقوى الدولية في مسألة الملف الإنساني. يعني لو لاحظنا في هذه المشاورات الأخيرة الحوثيين يحاولون القفز من إجراءات بناء الثقة إلى الإطار العام السياسي، وهذه نقطة جدا مهمة. الحوثيين يحاولون الاستنزاف في هذه المنطقة، لذلك عندما نتحدث اليوم عن إجراءات بناء الثقة نتحدث عن 6 نقاط. لو استطاع المبعوث الأممي تحقيق 3 إلى 4 نقاط أعتقد ستكون أرضية جيدة. ولكن في كل الأحوال نحن ما زلنا نراهن على يعني عوامل مهمة، أهمها العامل الأمريكي. إلى أي مدى ستضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الحوثيين لقبول التنازلات؟ لاحظنا الحوثيين إلى هذه اللحظة مثلا لم يصدروا أي بيان حول مبادرة الحديدة. أعتقد لو استطاع السيد مارتن تحقيق هذا الاختلاف. ولكن أستاذ هاني يعني على أي مدى أو بمعنى أدق يعني على ماذا تراهن تحديدا في هذا التوقيت خاصة مع تدهور الوضع الإنساني مع الأسف في اليمن؟ هناك نهب المساعدات الإنسانية وكذلك أيضا كل ما يخص المواطن اليمني من خدمات يعني مفترض أن تكون من أبجديات التعامل الإنساني مع أي مواطن في أي دولة، المواطن اليمني لا يتمتع بها في هذا التوقيت بسبب يعني انتهاكات الحوثي المستمرة وبالأخص على ميناء الحديدة. إذن على ماذا تراهن الآن في الوضع الإنساني في المقام الأول خاصة مع أن كل تقرير نتابعه يقول أن الوضع الإنساني مع الأسف هو متدهور للغاية في هذا التوقيت باليمن؟ بالضبط أستاذ آية، وأشكرك فعلا على هذا السؤال.
لانه يوضح نقطه جدا مهمه. صحيح انه اليمن تم تحرير 85% هي الان تحت سلطه الحكومه الشرعيه، ولكن 85% من السكان هم تحت سيطره الحوثيين، يخضعون تحت السلطه الحوثيه. لذلك دائما نجد هذا الملف، ملف الانساني، نجده من اصعب الملفات. والحوثيين مثل ما تحدثت قبل قليل هم يراهنون على هذا الملف ويراهنون على هذا الضغط. لذلك اليوم علينا دائما نتذكر ان الحوثيين لم يقبلوا بمشاورات السويد الا بعد تلويح الاداره الامريكيه بانها ستقوم بتصنيفهم كجماعه ارهابيه. هذا العامل الضاغط من الولايات المتحده الامريكيه دفع الحوثيين بالقبول بالوصول الى السويد. ولذلك يتم يعني بالامس كان هناك اجتماع مع سفراء الدول الدائمه العضويه مع الطرفين الحوثيين وكذلك الحكومه الشرعيه، لكن يظل العنصر الامريكي والعامل الامريكي الضاغط كذلك البريطاني هو المحرك الاساسي في اي عمليه دفع لاخضاع الحوثيين للتنازل ومساله الحديده وما سيتبع ميناء الحديده من اجراءات اعتقد ستكون جدا مهمه لانها تتعلق بشكل مباشر بايصال المساعدات بفتح الميناء بادخال كل يعني هناك اليوم حديث من قبل التحالف العربي تصريح من التحالف العربي ان هناك 13 سفينه متعطله في الميناء يرفض الحوثيين تفريغ حمولتها في ميناء الحديده. اي هذه الاجراءات التعسفيه هي كلها لابتزاز المجتمع الدولي. هذا العامل لابد ان يتم تجاوزه عن طريق اخضاع الحوثيين بهذه النقطه. مع لذلك نتحدث اليوم انه يعني ما سيحدث خلال الساعات القادمه سيكون بالتاكيد له انعكاسات قادمه بشكل كبير، وسواء اذا نجحت مبادره الحديده سيكون هناك انفراج، اذا لم تنجح هذا يعني انه سيكون هناك اطاله لامد الحرب، سندخل في مواجهات عسكريه مفتوحه لا يعرف مداها بالتاكيد. سيد هاني مصهور الكاتب الصحفي اليمني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات، وأيضا ما زلنا معكم مشاهدين الكرام في المشهد اليمني وآخر التطورات الخاصة به، ونستقبل هاتفيا معكم الآن السيد عبد الإله أبو غانم وهو رئيس أو نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي اليمني. يعني سيد عبد الإله تحياتي لك في البداية، وأيضا يعني ماذا أنتم فاعلون في هذا الحزب تحديدا تجاه الوضع المتأزم في اليمن في الفترة الأخيرة؟ أولا صحيح نائب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر، ليس نائب رئيس الحزب، نائب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي. أهلا بحضرتك. بالنسبة للمؤتمر الشعبي هو في حالة من حال الشرعية والتحالف، والموقف هو جماعي ليس موقف للمؤتمر ذاته. والمؤتمر يساهم في الساحل الغربي بقوة عسكرية مقاتلة، ألوية عسكرية مقاتلة، وجهدنا العسكري في إطار الشرعية والتحالف العربي. يعني الصوت لم يتضح بعد سيد عبد الإله أبو غانم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نعود من جديد مشاهدينا الكرام إلى المشهد اليمني، وأيضا نستقبل من جديد بعد أن اتضح الصوت يعني أتمنى ذلك مع سيد عبد الإله أبو غانم رئيس حزب المؤتمر الشعبي اليمني. سيد عبد الإله تحياتي لك من جديد، وأيضا كنا نتحدث عن جهود يعني حزب المؤتمر الشعبي اليمني في الفترة الأخيرة باليمن، تفضل. أختي العزيزة، أولا الصفة نائب رئيس دائرة السياسة للمؤتمر الشعبي وليس رئيس المؤتمر الشعبي. شكرا جزيلا. المؤتمر الشعبي معروف. تفضل. بالنسبة لما يحصل في المفاوضات السويد الأخيرة هي ليست في جديد. الحوثي وقع اتفاقات من 2004 عندما شن حرب على الشرعية وخرج الدولة المركزية في اليمن، ولم ينفذ شيء ولم يلتزم بشيء. والموقف أنا أتفق مع أخي المتحدث سابقا أن القرار هو قرار أمريكي بالدرجة الأولى. والأمريكيين يبعثوا رسائل متعددة في أوقات مختلفة، فإذا صدقت التوجه الأمريكي بالنسبة حل القضية اليمنية هو في تنفيذ القرار 2216، وذلك بالعودة عن انقلاب من قبل العصابات الإرهابية الحوثية وتسليم الأسلحة والخروج من المدن وتسليم مؤسسات الدولة. فهذه مصداقية. أما عملية ما يتعلق بالجانب الإنساني بإطلاق الأسرى والمعتقلين والمختطفين، هذا شيء بادرة طيبة وإنسانية، لكن لن تأتي ثمارها ولن تأتي أكلها
اولا الوقت غير متسع في السويد، باقي 4 أيام على الحوار وينتهي مدة الحوار في السويد، ثم يأجل الى نهاية شهر يناير. ومعنى ان الحوثيين يبتغوا من هذا الحوار هو ايجاد لهم صفة شرعية، انهم يتفاوضوا برعاية دولية واممية ويريدوا ان يكونوا ند للشرعية، وفي نفس الوقت هم لم يعترفوا حتى الان بالمرجعية الثلاثة الذي مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية، وعلى رأسهم 2216 القرار الدولي الذي توفق للفصل السابع، والذي كان يفترض أن المجلس الأمن أن ينفذ هذا القرار ويشكل لجنة عسكرية رأسة أركان عسكرية مشتركة تنفذ هذا القرار بالقوة القاهرة من قبل المجلس الأمن، وكذلك اليمن والدول المتضررة من الانقلاب الحوثي الذي يمثل وينفذ الأجندة الإيرانية في اليمن. إذن يعني سؤالي لك بخصوص ما تحدثت فيه، وهو يعني المصلحة الأمريكية من هذه المفاوضات ومن هذه التطورات والمحادثات الأخيرة في اليمن، إذن يعني ماذا عن إيران تجاه يعني هذه المصلحة الأمريكية على حد قولك وتعبيرك، إذا بالفعل موجودة على أرض الواقع؟ طبعا الإيرانيين يعلنوا أكثر من مرة بأنهم قد سيطروا على العاصمة الرابعة عليها صنعاء، عاصمة الجمهورية اليمنية، وهذا ليس بخفي. أما بالنسبة للمصلحة الإيرانية هي استكمال الهلال الشيعي وتطويق المملكة العربية السعودية ومحاولة السيطرة على مكة والمدينة وتسليمها لإيران، وهذا يأتي في إطار المصالح والاستراتيجيات السابقة اللي كانت في إيران وأمريكا أيام أوباما، وأيضا العلاقات الخفية بين إيران وإسرائيل. ولذلك فإن إيران واضحة بخبرائها وأسلحتها المتطورة في اليمن التي تم تهريبها، ومن قبل كانت تصل إلى مدار صنعاء عندما كان الحوثي يسيطرون على الأجواء وعلى صنعاء، وكانوا في عدن مسيطرين بقوتهم العسكرية، لما استطاع التحالف والشرعية دحرهم حتى الوصول إلى أبواب صنعاء من جانبنا، وكذلك السيطرة على الحديدة، تحرير الحديدة باستثناء الميناء وجزء من المدينة ما زال بيد الحوثيين. والمبعوث الأممي يعطيهم فرص إيجابية لصالح الحوثيين للتخندق وحشد مقاتليهم وجمع أسلحتهم، وكان فترة استراحة محارب ولن يعول على السويد شيء ولا غيرها، والتعويل هو على تنفيذ القرار، ونحن مدعاة السلام. ولكن الحوثي له أكثر من 80 اتفاق مع الشرعية لم ينفذ منه اتفاق واحد، لا حتى أمس يتم اعتقال المعترضين مع مجرد رسائل في الواتس، ويتم اعتقالهم عبر الفيسبوك، ويتم زجهم في الأمن القومي وفي معتقلات كثيرة من أمس حتى إلى يوم أمس. سيد عبد الله أبو غانم، نائب رئيس حركة السياسات بحزب المؤتمر الشعبي اليمني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، ويعني أتمنى أن يكون التعريف الخاص بك هو صحيح هذه المرة يعني.